السلام عليكم، رجعت لكم مقطع جديد من اللعبة الجميلة ردد أونلاين، وتحديث شهر نوفمبر الأسطوري، شهر التاجر، شهر الفلوس. مثل ما عودتكم إذا بتكلم عن التحديث أحاول أوصل المعلومة قد ما أقدر، لأن في ناس توها بادية اللعبة، ممكن لو أقول التاجر يقول شنو التاجر، بضاعة التاجر يقول شنو بضاعة التاجر، فلازم أني أشرح بالتفصيل. فأول شيء خلونا نروح للمخيم ونبدأ مع طاولة التاجر. شوفوا المكان الجميل هذا، هذا مكان أسطوري. شوفوا، خلونا ننزل المخيم ونتكلم على التحديث حبة حبة. طبعا للي ما يعرف إن شاء الله يفهم، وبحط لكم روابط حق الشروحات اللي شرحتها من قبل، لأن وظيفة التاجر في لها تطويرات، لازم تشتري عربات، العربة المتوسطة والعربة الكبيرة علشان تطور من الشغل. فلو تتابع المقاطع اللي بحطها لك فوق إذا كنت جديد على اللعبة، صدقني راح تفهم اللعبة وتشوف أنها سهلة. الحين وصلت للمخيم. أول شيء عندنا خصم 5 قطع ذهب على طاولة التاجر، كان سعرها 15 قطعة ذهب، الحين سعرها 10 قطع ذهب. ومن خلال الطاولة هذه تبدأ تجارة مع كريبس، اللي طبعا أنا مسميه أبو حسن. بعد ما تشتريها تبدأ تجيب له حيوانات وهو يشتغل فيهم، بعدين يقولك وصلهم ويعطيك فلوس. فشنو عندنا؟ أول شيء خصم 5 قطع ذهب على طاولة التاجر، وثاني شيء عندنا خصم 40% على أغراض التاجر. بعد تجول للعربة هذه، عندكم الثيم عليها خصم، طبعا العلامة الحمراء معناتها خصم، هذه ما عليها خصم. الإعلام، الإكويبمنت شيء أسطوري بس أنا شاريهم. طبعا عندكم هذه حلوة، العربة المتوسطة ممتازة، وعندنا شيء يعتبر أقوى شيء بالتحديث يا أصدقاء، أقوى شيء موجود في تحديث شهر نوفمبر، وهو الحين نجي لأقوى شيء يا أصدقاء، هو دبل بضاعة التاجر. قبل كنا نوصلها بكم؟ كنا نوصلها ب 625، الحين راح نوصلها ب 1200. تخيلوا من 625 إلى 1200، فهذا شهر أسطوري. لا يطوفكم، اشتغلوا، اتعبوا مع التاجر، صدقوني راح تطلعون فلوس الدنيا. وعندنا بعد الماتيريال، شفتوا هذه؟ لو تعطيه مثلا غزال يحسب لك 2، تعطيه خروف كأنك معطيه 2 في دبل. يعني قبل كنا نجيب له خروف خلاص يحسبه خروف واحد، غزال غزال واحد، ولكن الشهر هذا إذا جبت له غزال يعتبر غزالين، وإذا جبت له خروف يعتبر خروفين، وإذا جبت له 4 يعتبرون 8، فراح يكون كله دبل. فركزوا على هذه الأمور. شنو عندنا؟ قلنا خصم 5 قطع ذهب على طاولة التاجر، دبل على البيعة من 625 إلى 1250، وعندنا خصم 40% على أغراض التاجر، العربات والأمور هذه. ونروح للي بعده. ونجي الحين للمودات، نلف سهم يسار، نرفع سهم فوق فوق للكويك جوين، بعد ننزل للفيوتشر سيريز في دبل اكس بي ودبل ذهب، لا يطوفكم. وعندكم بعد الريس، دبل اكس بي ودبل ذهب، واتوقع دبل فلوس، بس اهم شيء الذهب موجود. الفلوس سهلة ولكن الذهب اصعب شيء في ريدد، فركزوا على المودات اذا كنتوا توكم بادين، ترى مهمة جدا. عندكم الريس وعندكم الفيوتشرز. ونروح للي بعده. وعندنا خصم 40% على أسلحة الرايفل وإضافاتها. نجي لمحل الأسلحة ونختار الكتاب ونروح للرايفل. شايفين كان ب 580، هذا كان ب 72، صار ب 43، حتى على الإضافات. يعني لو أخذ بشتري واحد مثلا، خلنا نشتري هذا، نشوف الإضافات، شوف الإضافات عليهم خصم والستايل.
أتوقع حتى الذهب تصدقون لو تبي الذهب الأسلحة. That's a popular rifle for good reason. شوفوا حتى الذهب عليه خصم، والله شيء أسطوري، والله شيء أسطوري. بس طبعا أنا ما راح أذهبهم الحين، يا شوفوا خصم على الرايفل وخصم على الإضافات وعلى الذهب، لو تبي الذهب عليه خصم. بصراحة أول مرة يمر علي التحديث هذا، فتحديث بطل مثل ما انتم شايفين. فبس خلاص نطلع ونروح للي بعده. Can I help you find something? Thank you. Let me know if you need anything. Cuidado. ¿Qué pasa con? واخر حبيبي واخر حبيبي واخر. You trying to start something? نجي الحين للاسطبل، خصم الخيول. في خصم اسطوري على خيول الفوكس طبعا وخيول التاجر التريدر. نروح للباي هورسز، نروح للمالتي، عندنا الفوكس. شيء مجنون، شيء مجنون بصراحة. تحديث هذا حيل حلو حيل. هذا طبعا لا يطوفكم، مجنون. عندنا طبعا خيول التاجر، أهم شيء حلو لحد الآن، كل شيء روعة. نطلع. ونروح للي بعده. الحين وصلت للفالنتاين الجميلة، وعندنا خصم 30% على عربة الصيد، عربة التاجر رهيبة، اللي تخليك تشيل 5 حيوانات مرة واحدة. نضغط ستارت، نروح للبروغرس، بعده رولز، بعده نروح لتريدر ونبحث عن عربة الصيد هذه. شوفوا عندنا 3 عربات، هذه عربة التاجر مو عربة الصيد اللي نوصل فيها، اللي تعتبر الميديم. بعدين عندنا عربة الصيد هذه لنا نقدر نطلبها أي وقت. بعدين عندكم عربة التاجر الثانية اللارج، بحط لكم كل الشروحات إن شاء الله. ولكن الخصم اللي أقصد أنا على هذه العربة راح يكون 30%، ومن خلالها تشيل 5 حيوانات، بدل تشيل واحد بالخيل وكل شوي رايح وراد، لا، من خلال العربة هذه الأسطورية تشيل 5 حيوانات مرة واحدة. وفي تاريخ 26 نوفمبر اللي هو توقع الكريسماس، راح يكون مشروبات الصالون مجانا، تدش وتضرب من المشروبات بلاش. طبعا الحين كان ب50. طق يلا. في تاريخ 26 راح يكون فري طبعا. وعندكم عرفتوا الطيور التركي، واخر حبيبي واخر واخر لا اضربك. عرفتوا الطيور التركي اللي تحصلونها في اكثر شيء في الاميرالد، اذا بعت وحده مثلا سعرها 10 دولار راح يدبلونها لك 10 مرات، يعني تبيع وحده كانك بايع 10. انا اشوفها صراحه للي توه مبتدئ حلوه، بس بالنسبه لي اشوفها عاديه، انك تبيع الطير الواحد كانك بايع 10، فهذا شيء صراحه اسطوري. فخلنا نشوف ممكن احصل واحد. رجعت للفالنتاين، نسيت لأوريكم الخصومات والنوادر، لأن هذا شهر الفلوس وشهر النوادر. نزل حبيبي سريع 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 سريع. وخر 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 وخر. نشوف الكوت على طول. خلنا نشوف الهات، ما عليها خصم، بس في النوادر. النوادر شهر النوادر هذا راح يكون له مقطع خاص طبعا. هذا شهر النوادر، حلو الجاكيتات عليهم خصم مثل ما انتم شايفين. في نوادر كثيره كثيره بالهبل. نروح نشوف الاكسسوارات، نشوف الجلوفز، حلو. عندنا خصم على الجاكيتات وعلى الجلوفز، والملابس النادره كثيره كثيرة اللي رجعوها الشهر هذا، فإن شاء الله راح أسوي لهم مقطع خاص. خلنا نطلع ونروح نشوف التركي. يلا سكر الكتاب، سكر الكتاب حبيبي. All right. Have a think about it. Stop by if your needs change.
هاي تعال حبيبي تعال، انت وين رحت؟ الحمد لله حصلته. ما دولهم شوفوا هذا، تخيلوا تصيدونه، خلنا نطلع الفارمنت، تخيلوا تصيدون هذا يعني، هذا لو ناخذه ونبيعه كأني بايع 10 منه، يعني دبل 10 مرات. وأتوقع حسب معلوماتي إنه بالكريسماس يحبون يأكلونهم، يعني يكون شيء مقدس في هذا اليوم، لهذا السبب خلوا بيعته، يعني بعت واحد كأنك بايع 10، يعني هذول الثلاثة كأنك بايع 30 تركي، فشوفها شيء حلو صراحة. وعندنا بعد في مكافآت، في عندنا اللحية المزيفة اللي يسمونها الفيك بيرد، بس ما أدري إذا أعطوني إياها ولا لا، إذا ما أعطوني إياها الحين ممكن نشوفها بمقطع قادم. خلنا ننزل المخيم، نروح أنا ضيعت مكانها بصراحة، بس إن شاء الله نحصلها. اللي يسمونها الفيك بيرد، اللي معناتها اللحية المزيفة. ممكن أول ما تدش اللعبة تنتظر يومين وتوصل لك، المفروض يعني توصل لك، فإن شاء الله بس ترجع اللي هي اسمها الفيك بيرد، اللحية المزيفة. أتمنى أن نطقتها صح. فهذا كان تحديث اليوم، تحديث أسطوري صراحة، يستحق التعب. أنصحكم تتعبون تشتغلون مع التاجر، صدقوني راح تطلعون فلوس. وشكرا لكم على المشاهدة، وشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة، والسلام عليكم.